السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حي هلا بالجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، خاصة تبارك الرحمن، ما شاء الله الخلية مكتبة بالمحل، خلينا ندخل عليها. تبارك الله، تسخر الله البركة. هذه ملكتنا، ملكة الاستبدال، تقول تقدم على تقارير. نبدأ الكشف ونقول بسم الله. الخلية كانت ثلاث براويز وأضفت لها بروازة، ما شاء الله تبارك. البرواز الأول زي ما تشوفون حبوب لقاح ورحيق وشوية حطب، والجهة الثانية نفس الشيء حبوب لقاح وعسل مختوم وشوية حطب، في حضنة عاملات وفي حضنة ذكور. أنا أضفت لها كانت ثلاث براويز، أضفت لها الثاني، واحد الثاني وواحد قبل الأخير، ما شاء الله تبارك الرحمن. البرواز الثاني حبوب لقاح، والجزء هذا بيض، والجزء هذا لا زالت الملكة ما باضت فيه، بدأت تبيض فيه الملكة. ممكن تكون الملكة على نفس البرواز هذا، مي موجود، تكون نزلت تحت. البروازين اضفتها تقريبا لها اسبوع الان، تقريبا لها اسبوع، ما شاء الله تبارك الرحمن. الخلية سحبت منها بروازين، كانت اربع براويز، سحبت منها بروازين ولما سحبت لها البروازين اول ما تلقحت الملكة اضفت لها هذا، ما شاء الله تبارك الرحمن. حضنة جميلة جدا زي ما تشوفون الحضنة، ما شاء الله تبارك الرحمن. زي ما تشوفون هذه الجهة الثانية، مقاس البرواز مو مضبوط، يبغاله تعديل، لأنه مقاس البراويز عندي 32.5 33، فسوت خلل عندي تقريبا 1-2 ملي. وهذا البرواز اللي أضفته الأسبوع اللي فات، ما شاء الله تبارك الرحمن، في رقات وبيض، ما شاء الله تبارك الرحمن. أنا كشفت عليها قبل يومين، كنت بأضيف لها، ولكن لقيت البرواز هذا والبرواز الثاني لسه ما اكتملوا، ف ما اضفت لها، قلت خلي البرواز لما يكتمل البناء بعد كذا اضيف له. وهذا البرواز الخامس والاخير، البرواز الخامس والاخير، ما شاء الله حضنة مغلقة، مجرد ما تخرج الحضنة الملكة تضع بيض. شايفين المنطقة هذه اللي في النص اللي خرجت منها الحضنة،
ما شاء الله كلها بيض من الجهتين، فضروري الآن أضيف لها ما دام الملكة وصلت للبرواز الأخير. ما شاء الله تبارك الرحمن، هذه ملكتنا، ملكة الاستبدال. وين هذه؟ ما شاء الله تبارك الرحمن. هذه زي ما تشوفونها ملكتنا، ملكة الاستبدال. ارجع 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 ارجع، لا تزعلي. كويس اني لحقتها، نقزت من يدي وطاحت على الأرض. راح اضيف لها الان برواز قبل الاخير، ضروري جدا. عندي هذا البرواز ما شاء الله، زي ما انتم شايفين شكل البناء، هذا بناء واحده من الخلايا ما شاء الله تبارك الله. شايفين مقاس العيون السداسية صغيرة جدا. في البرواز هذا، البرواز هذا أنظف، هذا أنظف، هذا شوية قديم. على فكرة وقت الكشف، وقت ما رفعت الغطاء، كمية النحل كبيرة جدا ما شاء الله تبارك الله اللي في الفراغ، فلهذا السبب ضروري اني اضيف لها الان، ما اقدر استنى الى بكرة. هذه خليتنا ما شاء الله تبارك الله، زي ما تشوفونها أضفت لها الآن البرواز رقم 2، و أضفت لها عفوا قبل الأخير. أول ما بدأت الخلية كانت على بروازين فقط، كانت على بروازين و زي ما انتم شايفين الخلية الآن ما شاء الله تبارك الله، كانت 1 2 3 4 5، كانت 5 براويز، أضفت لها الآن هذا اللي قبل الأخير صارت 6 براويز. كانت أول شيء 2، أضفت لها 1، جيت كشفت عليها لقيتها مضغوطة. وقت ما جانا أبو سلمان في زيارة لقيتها مضغوطة، وللأسف تأخرت عليها تقريبا، تأخرت عليها 3 أيام تقريبا، ورجعت لها وبسرعة أضفت لها اللي هو رقم 2، وأضفت لها هذا كانت 3 اللي هو رقم 1، ورقم 3 ذحين، ورقم وهذا اللي في الأخير عفوا، هذا ذحين أضفته، فكانت 3 أضفت لها، يعني قسمتها كانت 3، حطيت خليت هذا الأخير، حطيت 1 قبله، وسبت برواز كمان وحطيت 1 قبله، يعني 1 قديم 1 جديد 1 قديم 1 جديد 1 قديم. فما شاء الله تبارك الله الآن زي ما شفتوا بنت ما شاء الله تبارك الله، خلال كم أسبوع تقريبا أضفت لها الآن هذا قبل الأخير، إن شاء الله 5 أيام بالكثير أو 4 أيام أرجع أكشف، إذا عدت 80% أرجع أضيف لها كمان
واحد. ما شاء الله تبارك الله الخلية مزدحمة زي ما انتم شايفين، ما ان الوضع الان سروح زي ما انتم شايفين، ما شاء الله تبارك الله. زي ما انتم شايفين النحلة اللي في الفراغ الان كانت كان الفراغ كله بهذا الشكل، اكثر من كذا كمان، واللي على القماش عاد انتم شفتوا، ما يحتاج اقول لكم. وربنا يوفقنا واياكم، دعواتكم لنا بالبركة، وفي امان الله، مع السلامة.